السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام، وبدون سابق إنذار ولا حتى ما يوحي لذلك نصبت خيام الاعتصام عند محيط مبنى مجلس القضاء لتعقيد المشهد أكثر مما هو عليه مسبقا. المؤسسة اللي أعلنتها بصريح العبارة أنها لا تمتلك الحق في حل مجلس النواب لم يرق الأمر لمن يحاول إدخال القضاء عنوة في دائرة الصراعات وتحييده أو تحييزه لجهة على حساب أخرى. جملة تبعات صدرت عقب الاقتحام سنخوض في تفاصيلها، لكن الأهم كيف يجري الإصلاح وهناك من لا يعجبه انتصاف ميزان القضاء. أما في ملفنا الثاني فإنه يتصل بالأول كليا الإطار الشيعي اللي سابق الزمن في رأب الصدع ومعالجة الموقف مع التيار الصدري، عفوا سرعان ما تنازل عن موقفه هذا ساحبا جميع مبادرات المباشرة لحين إخلاء ساحة القضاء من المعتصمين. راح نناقش كلها ملفاتنا تباعا، تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وفي هذا الملف أرحب بضيفي الكريمين الدكتور علي الدفاعي المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للإسلام العراقي، حياك الله دكتور ضيفا كريما. كذلك أرحب بالدكتور محسن العقيري الخبير القانون، حياك الله دكتور ضيفا كريما. خلونا بالبداية ارتبط مع زميلي علي حبيب من ساحة الاعتصام عند بوابة المعلق. أهلا بك علي، خلينا في موجز وملخص لأحداث اليوم حيث أنت. نعم زميلي أحمد، منذ ساعات الصباح الأولى حاصر أنصار التيار الصدري مبنى مجلس القضاء الأعلى، يعني في ساعات الصباح الأولى تم هذا الفعل، وبالتالي سرعان ما اتخذ مجلس القضاء الأعلى يعني قرارا بإيقاف كافة المؤسسات القضائية التابعة له بما فيها المحكمة الاتحادية، رافضا لسياسة فرض الأمر الواقع، وبالتالي أن مجلس القضاء الأعلى قد علق أعمال جميع مؤسساته القضائية بما فيها المحكمة الاتحادية. بعد ذلك يعني توالت ردود الأفعال السياسية والشعبية الرافضة لهذه السياسة فرض الأمر الواقع وسياسة الحزب الأوحد وأحادية التحكم في مجريات الأمور. إذا ما انتقلنا سريعا يعني في خضم هذه المواقف، كان هناك احتشاد كبير من قبل يعني الجماهير هنا عند مقتربات المنطقة الخضراء، تؤكد على أهمية دعم شرعية الدولة، وأن الممارسات التي جرت بالقرب من مبنى مجلس القضاء الأعلى هي ممارسات هجينة وممارسات تختلف بطبيعة الحال عن كل نصوص القانون والتعامل مع روح القانون، وبالتالي شددت الجماهير هنا عند مقتربات المنطقة الخضراء على أهمية أن يحتكم الطرف الآخر لكل القوانين يعني الراعية والنافذة في طبيعة تحكم مسار المرحلة المقبلة، وأن يتم التعامل مع كل هذه المتغيرات وفق ما يعني يحتكم إلى الدستور. بالتالي إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن ما جرى اليوم هو يعني سبب خدش كبير لمؤسسات الدولة، ويعني أضر كثيرا بهيبة الدولة، وبالتالي سرعان ما يعني انسحب يعني التيار الصدري عند تقريبا الساعة 7 مساء بعد تغريدة السيد الصدر، وبعد جملة من المواقف السياسية والشعبية الحادة التي انتقدت فيها هذه الخطوة التي عدتها هي تعدي سافر على هيبة الدولة وشرعية الدولة وعلى مؤسسة قضائية، على المؤسسة القضائية التي تعتبر الركيزة الأهم والصمام المهم جدا في عملية الحفاظ على كل مكتسبات النتاج المتحقق ما بعد عام 2003. طيب. وبالتالي هذه الجماهير التي احتشدت اليوم عند أسوار المنطقة الخضراء قد قالت كلمتها وعادت، لكن هي يعني على أهبة الاستعداد إذا ما تعرضت يعني مؤسسات الدولة، وأيضا إذا ما تم تهديد القضاء مرة أخرى، وحتى التلميح بأي صورة من الأشكال بأن القرار القضائي يجب أن يكون نابعا من روح القانون ومن طيب. ومن يعني الاحتكاك بكل القوانين المرعيه والنافذه، واي تجاوز قرار باي شكل او باخر من الممكن ان هذه الجماهير على اهبه الاستعداد
للدفاع عن مؤسسات الدولة وعن كل النتاج المتحقق ما بعد عام 2003. وبالتالي اليوم من الأهمية بمكان أن يعي الطرف المقابل أن النتاج الذي تحقق ما بعد عام 2003 لم يكن يعني بالأمر السهل، إنما كان يعني نتيجة طبيعية لسلسلة كبيرة من التضحيات. وبالتالي هذه الجماهير تؤكد على أحقيتها بأن بالحفاظ على مؤسسات الدولة وأهمية أن يحتكم الطرف الآخر للدستور والقانون. في خضم المواقف السياسية يعني كان هناك بيان حاد من قبل الإطار التنسيقي الذي علق في المفاوضات السياسية وأي حوار مباشر مع التيار الصدري إلى حين انسحاب يعني التيار الصدري، وبرغم أن الانسحاب قد تم باستثناء 6 خيام قد يعني رأت اللجنة التنسيقية هناك يعني ببقائها أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى تحمل يعني أسماء ويعني وعناوين متعددة، لكن الأهم من هذا أن مجلس القضاء الأعلى قد استأنف أعماله يعني منذ صباح يعني منذ علي يوم علي خلينا يوم غد سيستأنف أعماله. نعم. بكامل الصلاحية وبكامل في الملف الأول أكتفي بهذا القدر وسأتداخل معك وأعود إليك في الملف الثاني. أبقى معي علي وأجدد ترحابي بضيوفي الأكارم الدكتور علي دفاعي والدكتور محسن العقيلي. مباشرة نذهب إلى القانون دكتور محسن لما نتحدث عن تعليق نأخذ النتائج هسه بعدين نأخذ الأسباب. لما مجلس القضاء الأعلى يعلق كل المحاكم والدوام والدولة صارت بها شرعية بهيج حالة، اليوم شلون يوم عاش العراق قانونيا ودستوريا؟ تحية طيبة لك عزيز استاذ احمد، للسيد الضيف الدكتور علي الدفاعي، لجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة يعني قرار مجلس القضاء الأعلى بتعليق العمل عمله وعمل المحاكم المرتبطة به من وجهة نظري كان قرار جريء جدا، وهو يمثل نتيجة لما تعرض له القضاء من ضغوط سياسية كبيرة خلال الفترة المنصرمة من إجبار القضاء على إصدار قرار أو حكم قضائي منافي وبعيد كل البعد عن الأطر القانونية والدستورية، ألا وهو إصدار أمر ولائي بحل مجلس النواب. ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا بينت في أكثر من مرة بأن هذا الأمر أو هذا الموضوع ليس من اختصاص المحكمة طالما يوجد نص قانوني ودستوري صريح بهذا المجال، وبالتالي عندما يوجد نص دستوري لا يبقى مجال للاجتهاد لأنه لا اجتهاد في مورد النص. وحقيقة يعني احنا في كل دساتير العالم ومنها الدستور العراقي ايضا الدساتير هو من يمثل او يحدد القواعد الدستورية التي تحدد شكل الدولة، والمادة 47 من الدستور العراقي تحديدا واضحة وصريحة بأنها نصت أن السلطات الاتحادية أو السلطة الاتحادية تتكون من 3 سلطات، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. والقضاء العراقي قضاء مستقل وفقا لمبدأ الفصل ما بين السلطات، ونصت على ذلك أيضا صراحة المادة 87 من الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتمارس أعمالها وفقا للقانون، وأيضا المادة 88 بأن القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة أن تتدخل بالقضاء أو بشؤون العدالة. ولكن هذا الاستقلال حقيقة يحتاج إلى ضمانات سواء على المستوى الوظيفي أو المستوى العضوي أو على مستوى توفير الحماية الأمنية للمؤسسة القضائية ككل وللقضاة بشكل شخصي. اليوم يعني حقيقة في أي دولة أو في أي بلد لا تفرض فيه هيبة القضاء ولا تحترم فيه أحكام القضاء ولا تصان فيه استقلالية القضاء سيكون بعيد جدا عن مبدأ الديمقراطية. ويعني هذا الهجوم أو هذا الضغط على القضاء من أي جهة كانت هي يعني يعتبر انقلاب على مبدأ الديمقراطية ومحاولة للتفرد بالسلطة وفرض القوة وكسر الإرادات بعيدا عن الأطر القانونية وبعيدا عن الأطر الدستورية. طيب دكتور إذا اسمح لي خلينا ننتقل للدكتور علي الدفاعي. دكتور علي لما يتحدث الدكتور محسن العقيلي عن السلطات الثلاث، سلطة الجمهور هي الطاغية، بعد الانتخابات
يجب أن تكون هنالك سلطة تنفيذية، رئيس جمهورية ورئيس وزراء. لحد الآن ما عندناها سلطة تنفيذية تشريعية تم تعطيلها منذ قرابة الشهر، واليوم السلطة القضائية هي السلطة المتسيدة والتي تقود البلد إلى بر الأمان وتحافظ على كل مؤسسات الدولة، أيضا تم تعطيلها ليوم كامل. بالتالي المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أصدر بيان استنكار وإدانة، كيف تنظر إلى موارد البيان وإلى ما استند؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ أحمد، للضيف العزيز دكتور محسن ولمتابعي قناة الأيام. في الحقيقة مشهد اليوم مع أنه يعني انتهاك فاضح لمبدأ التظاهر السلمي الذي كفله الدستور أساسا، الدستور الذي اليوم جهة سياسية تريد خرقه والعبور عليه هو نفسه المظلة التي يؤمن لها حق التظاهر السلمي. ومشهد اليوم كان بكل المعاني تصعيد خطير، كان بالإمكان أن ينزلق البلد إلى صدام حقيقي، وكل بنائنا للنظام الديمقراطي الدستوري كان ممكن أن يتعرض للخطر وانهيار للدولة، بحيث تعود بنا الحياة إلى ذكريات الدكتاتورية، بل وربما الفوضى، والفوضى يعني أبشع صورة وأداء من الدكتاتورية. لا يصبح هناك أي صمام أمان في الحياة الآمنة لأبناء الشعب العراقي. نحن لا نزال أصلا نعيش يعني هذه الأيام منذ أن احتل البرلمان وتعطلت المؤسسة التشريعية، تعطيل الحياة وتعطيل مصالح أبناء الشعب العراقي. المادة 61 من الدستور فصلت اختصاصات مجلس النواب من تشريع القوانين الاتحادية، من الرقابة على السلطة الاتحادية، من استجواب إلى غيرها. كل مصالح أبناء الشعب العراقي، كل ما يهم البلد من حيث أمنه واستقراره وتطوره يكون من خلال مجلس النواب. الآن أنت عندك مطالب، ذهبت إلى تعطيل أهم مؤسسة ألا وهي مجلس النواب، وكل المساعي منذ يوم تعطيل مجلس النواب ومن قبله إلى اليوم تدعوك إلى الحوار وإلى تبني مطالبك الإصلاحية، ولكن تحت قبة البرلمان ووفق مسار دستوري. اليوم تأتي إلى هذا التصعيد الخطير وتريد أن تذهب بالبلد أمنا واستقرارا وسلامة أهل إلى المجهول. هذه الحقيقة يعني مسألة لا يمكن السكوت عليها، ولذلك أقول لعله رب ضارة نافعة. كيف؟ يعني لاحظ أن هذا التصعيد الخطير الذي ذهب بعد تعطيل مجلس النواب، وكان هناك صبر عالي وشعور بالمسؤولية من القيادات في الإطار التنسيقي في أن لا يتقدمون خطوة إلا بعد الرجوع للأخوة في التيار الصدري وإشراكهم في الحكومة القادمة وفي كل تفاصيل العملية السياسية، على الرغم من أنهم انسحبوا بإرادتهم من مجلس النواب، إلا أنه كل ذلك لم يمنعهم إلى أن يظلوا يدعوهم إلى قضية الحوار وتشكيل الحكومة وأن يكونوا شركاء وإن لم يكونوا في مجلس النواب. اليوم عندما ذهبوا إلى احتلال السلطة القضائية، ونعلم لدينا حكومة تصريف أعمال يومية مع ما عليها من ملاحظات كثيرة من خروقات دستور وقانون، اليوم تأتي إلى السلطة القضائية التي هي المعقل الأخير لكي تحفظ هيبة الدولة وتساهم في حل المنازعات الموجودة بين الشركاء السياسيين. فكيف هي رب ضارة نافعة؟ ما لمسناه حقيقة من تفاعل وطني واسع من جميع الشركاء في العملية السياسية، شخصيات رسمية سياسية حزبية قوى، تبني أبناء الشعب العراقي وتفاعلهم سواء في الفضاء الإلكتروني أو على الشارع، ونزولهم لحماية الشرعية وإصلاح مسار الدولة ضمن مسار دستوري. هذه المسألة رسالة قوية إلى الأخوة في التيار الصدري، لا يمكن الركون إلى ما ترونه من إصلاحات عبر تحشيد الشارع وخلق الأزمات وتعطيل المؤسسات الدستورية. نحن معكم في الإصلاحات، ولكن بالجلوس على طاولة الحوار. من أعجب الأعاجيب أن من إحدى الطلبات هي عدم تسييس القضاء، وأنت تذهب وتضغط على القضاء بهذه الكيفية الفوضوية، تحاصره وتنصب الخيم وتهدد رئيس السلطة القضائية وتطالبه بالاستقالة. كل هذه لا تنسجم مع روح التظاهر السلمي. يجب أن نعود إلى الدستور ونحتكم إليه ونجلس جميعا على طاولة الحوار، بغير ذلك سيكون هذا الطرف معرقل للسلم الأهلي ولن نصل معه إلى حل. هذه الدعوة من رئيس الوزراء وأرجع لحضرتك عليها، ولكن خلينا نجري مقارنة دكتور محسن بين المؤسستين التشريعية والقضائية اللي ذكرتهم حضرتك
كل مؤسسة تمثل سلطة من السلطات الثلاث، بالتالي لما كان الاعتصام في مجلس النواب لم نرى كلمة لرئيس البرلمان، طلب انسحاب، ضغط على المتظاهرين، ضغط على التيار الصدري بحد ذاته، ولكن كانت هنالك استجابة وكان هنالك إيجابا وقبول. الحالة لما تكررت مع السلطة القضائية ربما كان الموقف أصلب من هذا بكثير، تعطيل لمؤسسات السلطة القضائية بأمر من السلطة القضائية ذاتها، مذكرات اعتقال وغيرها من هذه الضواغط. بالتالي أنه يعني قبل أكو القاعدة العسكرية الوحدة بآمرها، ما تعتقد بأنه هذه القاعدة طبقت هنا ولم تطبق هناك؟ بالتأكيد بالتأكيد أستاذ أحمد، ولذلك أنا قلت بأن قرار يعني مجلس القضاء الأعلى كان قرار جريء جدا، لم يكن الطرف الآخر يتوقع هذا القرار، ولذلك حظي بتأييد يعني مثل ما ذكر دكتور علي، بتأييد دولي وتأييد داخلي من قبل مختلف القوى السياسية، بل لأكثر من ذلك حتى القوى التي كانت في تحالف مع التيار الصدري اليوم أيضا يعني استنكرت هذا العمل من استهداف القضاء. كما تعلم بأنه القضاء لديه صلاحيات واسعة جدا في هذا المجال، ليس فقط في إصدار مذكرات بحق الأشخاص المحتدين أو المحرضين، بل حتى تجاه الحكومة نفسها على اعتبار أنه رئيس مجلس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة، وهناك وزير داخلية، وهناك قيادات عسكرية مناطة بها بحماية مؤسسات الدولة، وبالتالي يعني عجزها عن أو تواطئها في حماية هذه المؤسسات عرضها للمسائلة القانونية، وهم لا يتمتعون بأي حصانة في هذا الجانب. وقانون العقوبات العراقي واضح وصريح جدا في هذا الجانب، يعني لدينا مواد كثيرة تعالج هذا الموضوع، منها على سبيل المثال المادة 197 من قانون العقوبات العراقي نصت على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من أتلف أو أحدث ضررا بأي مؤسسة من مؤسسات الدولة بهدف يعني قلب الحكم أو انقلاب الحكم المقرر في الدستور. والمادة 198 أيضا من هذا القانون نصت على عقوبة السجن بما لا يزيد عن 10 سنوات كل من حرض على يعني إحداث جريمة من الجرائم النصوص عليه في مادة 197، أي الضرر بمؤسسات الدولة حتى وإن يعني لم ينتج عن هذا التحريض أي أثر، بل كل من شجع على ذلك بمعونة مادية أو مالية حتى وإن لم يشترك في هذا الموضوع. بل أكثر من ذلك، المادة 226 من قانون العقوبات نصت على عقوبة السجن بما لا يزيد عن 7 سنوات أو الحبس أو الغرامة بحسب الأحوال كل من أهان بطرق العلانية أحد مؤسسات الدولة، مجلس النواب، المحاكم، مؤسسات الدولة الأخرى. ولذلك يعني صلاحيات مجلس القضاء واسعة جدا في هذا الاتجاه، ممكن أن تصدر مذكرات قبض وأوامر قبض بحق كل من احتدى على المؤسسة القضائية، بل بحق كل من يحتدي ليس على المؤسسة القضائية، على يعني كل مؤسسة أخرى بما فيها المؤسسة التشريعية. كل هذه الصلاحيات دكتور علي يتمتع بها رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، ولكنه لا نشتغل قائد عام القوات المسلحة ولا بالقانون ولا بالسلطات الممنوحة، ونذهب إلى مبدأ طباب الخير بالعشائر وندعو للحوار. في الحقيقة مع كونه هو يعني رئيس حكومة تصريف أعمال، إلا أن هذا لا يلغي المسؤولية الملقاة على عاتقه في تسيير الأمور وحفظ الأمن وخصوصا مؤسسات الدولة. لذلك يعني اليوم القرار الشجاع لمجلس القضاء الأعلى نحن ندعمه، نشد على أيديهم في أن يسيروا في هذا الطريق إلى نهايته. يعني كثير من المواد القانونية التي ذكرها دكتور محسن كلها تستند إلى القانون، فتفعيلها نحن كما ليش ندعم. ليش ما فعلت بمجلس النواب دكتور؟ نعم، نحن كما ندعم حق التظاهر السلمي ندعم هيبة الدولة والاحتكام إلى القانون وسيادة القانون. فيما يخص لماذا لم يكن هناك مبادرة لمجلس النواب، نحن في المجلس الأعلى حقيقة يعني لعله كنا سباقين في مساعي أنه ندعو هيئة رئاسة مجلس النواب إلى أن تتخذ موقف، تظهر إعلاميا سياسيا في أن تحامي عن المؤسسة رئيس السلطة التشريعية وتطالب بحمايتها، ويعني النأي بها عن التعطيل لكي تأخذ يعني دورها في المعالجات والبحث عن الحلول. لذلك نحن نعتقد حقيقة أن القائد العام للقوات المسلحة مسؤول ولم يؤدي دوره المناسب في حفظ هذه المؤسسات الدستورية، وكما أن مذكرات الاعتقال كما تابعنا اليوم
قد وجهت إلى قادة أمنيين معنيين بحماية مبنى والمساحة المحيطة بمجلس القضاء الأعلى، كذلك القائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول الأول والمباشر، يفترض أن توجه له أيضا هذه المساءلة وهذه المذكرات، ومثلها إلى رئيس مجلس النواب. مجلس نواب ممثل للشعب طيلة هذه الفترة يكون معطل، ولا تنبس هيئة الرئاسة بشفة في أن تطالب بعتق مجلس النواب وتحريره لكي يأخذ دوره. هذه المسألة حقيقة نحن نطالب أن لا تمر وكأنه يعني لم يجري شيء في هذا المسار، هي مخالفة قانونية وهي تنصل عن أداء المسؤولية، لذلك يعني الكل مطالب وليأخذوا العبرة في هذه الدائرة. ليش لما كان الموضوع يمس المجلس قال قولته ولم يقل قولته عندما تم تعطيل البرلمان؟ القضاء تصرف من حيث صفته المهنية، يعني القاضي يستند إلى نصوص قانونية ودستورية، وباعتبار أن مجلس القضاء الأعلى بالنتيجة له راعي ويفترض أن يتصدى وتصدى بهذا القرار الشجاع. أما مجلس النواب في الحقيقة كان أيضا له راعي، لكنه في الحقيقة لم يتصدى بالقدر المناسب المقبول لكي يحمي هذه المؤسسة ولكي تقوم بدورها، في حين أن مجلس القضاء الأعلى حتى فيما يخص حماية مجلس النواب يعني هو تصدى إلى تبيين أنه ليس للقضاء أي دور في قضية حل مجلس النواب، وطالب بالنأي عن هذه المنازعات السياسية وعدم إقحام مجلس القضاء الأعلى في هذه القضية. طيب. وبين وأكد أن النصوص الدستورية والقانونية لا تقبل التأويل وهي بمسافة واحدة من جميع الأطراف، بحيث لأن الكل يحتكم إلى نص واضح وتفسيره يعني يفترض أن يلتزم به الجميع. طيب. فكان لها موقف فيما يخص مجلس النواب، ولكن يجب على هيئة الرئاسة حقيقة على يعني الكتل أيضا كلها مطالبة أن تدعو وتطالب وتشجع أن يعتق مجلس النواب ويعقد جلساته. طيب دكتور محسن، يعني كل هاي الأمور صارت بشكل داخلي ولكن انعكاساتها كانت دولية، بعثة يونامي، الكونغرس، يمكن ما ظل أحد إذا ما نطق رأي بالعراق، بالتالي احنا صورتنا قدام العالم شلون راح تكون، وحاكمية القرار الدولي كيف سينعكس على الشأن العراقي. استاذ احمد، يعني تعقيب بسيط على ما ذكر تفضل اخ الزميل الدكتور علي الدفاعي، وعلى ما سؤالك لماذا لم يتحرك مجلس القضاء الاعلى عندما تم اجتياح مجلس النواب. مجلس القضاء الاعلى لا يتحرك من تلقاء نفسه دون تقديم شكوى، وبالتالي لو كانت هناك شكوى من السيد رئيس مجلس النواب او من السيد رئيس مجلس الوزراء على من اجتاح مجلس النواب لتحرك مجلس القضاء الأعلى، ولكن لم تصل إلى مجلس القضاء الأعلى مثل هذه الشكوى، وبالتالي مجلس القضاء الأعلى لا يتحرك من تلقاء نفسه. بالنسبة للرؤية الدولية بالتأكيد أنه مجلس القضاء بصورة عامة في كل دولة يمثل هيبة الدولة ومرتكزها الأساس، وكل الاتفاقيات الدولية بما فيها الإعلانات الدولية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وما شابه ذلك، دائما ما تنص على مبدأ استقلال القضاء على اعتبار ضمانة أساسية للحفاظ على حقوق الإنسان. ما لا يعرفه البعض بأنه دائما ما نتحدث عن تدخل مجلس الأمن الدولي وفقا للمادة 24 والمادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة لعام 45 الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين، ولكن مجلس الأمن الدولي من الممكن أيضا أن يتحرك وأن يتدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى عندما تمس حقوق الإنسان. واليوم بتعطيل محاكم الدولة فيها تعطيل أيضا لحقوق المواطنين وفيها تعطيل لحقوق الإنسان. اليوم رأينا أنه كل المحاكم المدنية الشرعية الجزائية أغلقت أبوابها، والمواطنون بالتأكيد تضرروا ضررا كبيرا. لو استمر هذا العمل، يعني الآن مجلس القضاء الأعلى بعد يعني انسحاب المتظاهرين سيباشر عملهم اليوم غد، لكن أقول لو استمر هذا التعطيل لفترة زمنية طويلة، هذا يتيح للمجتمع الدولي، يتيح لمجلس الأمن الدولي أن يتدخل من باب يعني انتهاك حقوق الإنسان. بالتالي عندما يعني تقدح صورة القضاء في أي بلد آخر بمعنى أن هذه الدولة فاقدة للشرعية. اليوم يعني حقيقة تعليق مجلس القضاء الأعلى لعمله هو إسقاط للشرعية الدستورية القانونية للدولة، دولة فيها سلطة تشريعية معطلة وسلطة قضائية معطلة وسلطة تنفيذية بالأصل تصريف أمور يومية، يعني تمشي بالقدرة، ثلاث سلطات اللي تدير الدولة ثلاثها يعني ثلاث سلطات معطلة، كيف تسير الأمور؟ تسير بالقدرة، وإلا ما في دولة بالعالم حاكمية دولية من الممكن لو كان مستمر تعطيل السلطة القضائية أنه يكون هنالك تدخل دولي أو إرادة
أممية ل يعني إدارة شؤون العراق؟ من الممكن جدا نعم، إذا استمرت تعطيل السلطات الثلاث بالتأكيد من الممكن أن تتدخل الأمم المتحدة في هذا الجانب. ونحن نعلم أيضا بأن الأمم المتحدة دائما ما تكيف المواد القانونية الموجودة في ميثاق الأمم المتحدة بحسب رغباتها وبحسب ما تصبو إليه مجلس الأمن الدولي. وبالتالي رأينا مثلا بأنه تم التدخل في الشأن العراقي ليس نتيجة تهديد السلم والأمن الدوليين سابقا، وإنما نتيجة انتهاك حقوق الإنسان في قرار واضح وصريح من الأمم المتحدة. فبالتالي عندما يريد مجلس الأمن أن يتدخل يجد الحجة الكافية للتدخل بهذا الشأن، وكان يعني اليوم أيضا بيان الأمم المتحدة واضح وصريح بهذا الشكل، بل حتى بيان السيد محمد الحلبوسة رئيس مجلس النواب واضح وصريح بهذا الشأن بإمكانية التدخل الدولي إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. شنو وجهة نظرك دكتور علي باللي طرحها دكتور فيما يخص الحاكمية الدولية؟ حقيقة في بداية حديثي أنا قلت أن مشهد اليوم كان تصعيد خطير، وكان بالإمكان أن ينزلق إلى المجهول وإلى فوضى وإلى صدام حقيقي. فيما يخص الحاكمية الدولية، لن تسمح القوى الوطنية بأي نفوذ أو حاكمية دولية على الشأن العراقي. هذا النظام الديمقراطي الدستوري بس الذي أنا أعطيها السكين حتى تذبحني. أحسنت. ولذلك هذا التصعيد الخطير يجب أن يدرك الأخوة في التيار الصدري أنها خطوة ومجازفة بحقوق أبناء الشعب العراقي وفي استقرار العراق ومصيره. يجب أن يكون مسارنا كعراقيين من خلال الدستور والاحتكام إلى مؤسساتنا الدستورية. بخلافه أنتم لا تعرضون أنفسكم إلى الخطر، لأنه بعد حادثة اليوم ستكون من يقف خلف هذا التصعيد الخطير حقيقة في عزلة، ولن يكون هناك يعني مقبولية لا دولية لا إقليمية لا حتى وطنية ومحلية. لذلك عليهم فعلا المراجعة لهذه المسألة. لا سمح الله، إذا ما انزلقنا به يعني تعالج بيوم وليلة؟ المنزلق لن يكون مع حرص أبناء الشعب العراقي الذين ينزلون وحاضرين لحماية الشرعية والمسار الدستوري. لاحظ أن القوى الوطنية عندما نجحت في ذاك الاجتماع قبل أيام معدودة وحققت إجماعا وطنيا، الفضاء الوطني كله كان حاضرا ويتبنى لغة الحوار والدعوة على طاولة الحوار، وأن لا تكون هناك غالب ومغلوب وتنازلات وتقريب وجهات نظر. كل ذلك حري بالأخوة في التيار الصدري أن ينسجموا مع الفضاء الوطني، وإلا فالمتضرر الأول والأخير هو أبناء الشعب العراقي. ونحن كقوى وطنية لن نسمح بأن يمس النظام الديمقراطي الدستوري بأي خطر. نتكلم عن موضوع القوى الوطنية وسحب دعوة الحوار من قبل قوى الإطار التنسيقي، ولكن بعد الفاصل مشاهدي الأحبة. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدت ترحابي بضيوفي الأكارم الدكتور علي الدفاعي ودكتور محسن العقيل، وكذلك أرحب بضيفي الكريم السيد برهان شيخ رؤوف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني انضم معي عبر سكايب من السليمانية. وقبل ذلك أعود للارتباط مع زميلي علي حبيب مراسل غرفة الحصاد من ساحة الاحتجاج. علي حياك الله مجددا. علي، نتحدث اليوم عن الفعل وردة الفعل لما يكون فعل جماهيري، هل كان هنالك ردة فعل جماهيرية أم أن لغة العقل والحكمة قد تدخلت في هذا الموضوع وامتصت هذا الزخم؟ نعم زميلي أحمد، برغم يعني احتشاد أنصار التيار الصدري أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، لكن هنا كان أيضا هنا الاحتجاج أكبر باعتبار أن هذه الجماهير ترى يعني اليوم من الأهمية بمكان أن يعي الطرف الآخر أهمية اللجوء إلى الحوار وأهمية أن تكون مطالبه يعني متناسقة ويعني وفق القانون وفق القوانين المرعية. هذا الجمهور الذي خرج اليوم عند مقتربات المنطقة الخضراء قد شدد على أهمية أن يجلس التيار الصدري إلى طاولة حوار واحدة، وأن يعي نقطة رئيسية بأن مجلس القضاء الأعلى يعني يجب أن السلطة القضائية يجب أن تبعد بكاملها عن أي صراع وعن أي معترك سياسي، خاصة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار بأن مجلس القضاء الأعلى قد يعني وضح للسيد الصدر في 14 من الشهر الجاري بأنه لا يمتلك أي من الصلاحيات القانونية التي تجيز له حل مجلس النواب، وبالتالي الأمر ذهب إلى المحكمة الاتحادية التي أرجعت جلستها إلى 30 من الشهر الحالي فيما يتعلق بدعوى حل مجلس النواب. وبالتالي الجمهور هنا وأيضا المتتبعين للمشهد السياسي يرون بأن الاحتكام إلى الدستور هو الطريق الأنسب لتجاوز أي منعطفات حادة وخطرة من الممكن أن تدخل البلاد في معترك دامن
هو أغنى ما تكون البلاد يعني عنه، وبالتالي اليوم الاحتكام للدستور والاحتكام لنصوص القانون وروح القانون هو ما يمكن أن يجنب الشعب العراقي وأن يجنب الدولة العراقية التي كانت يعني نتاج سلسلة كبيرة من التضحيات الجسيمة والتي يعني دمها يعني أغلى من الدم. نعم، سحب دعوة الحوار من قبل الإطار التنسيقي، هل كانت لها ردات فعل على الجمهور أم أن الجمهور لا زال منضبطا ومرتبط مع قياداته؟ الجمهور هنا عند أسوار المنطقة الخضراء يعني ملتزم منذ انطلاق يعني تظاهراته واعتصامه بالقرب من الجسر المعلق وحتى اللحظة وإلى ما لا نهاية، هو منضبط بأعلى درجات السلمية وهو يعي جيدا خطورة المرحلة الحالية، وهو وما احتجاجه هنا وما احتشاده برغم ارتفاع درجات الحرارة إلا ما هو رسالة يعني صريحة واضحة بأن الطرف الآخر عليه أن يمتثل لمثل هذا السلوك وأن يبتعد عن أحادية التصرف وعن يعني تطبيق سياسة فرض الأمر الواقع باعتبار أن هذا الأمر من الممكن أن يدخل البلاد في سيناريوهات غير محمودة. الجمهور هنا يشدد على الطرف المقابل وما بين قوسين التيار الصدري بأن يلتزم بكامل قياداته وبجمهوره بالاحتكام إلى نصوص القانون وروح القانون. الجمهور هنا يؤكد أنه ثابت وباقي ومرابط في هذه المنطقة إلى حين يعني عودة الهيبة لمؤسسة الدولة وبالأخص منها السلطة التشريعية، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار بأن يعني تغريدة السيد يعني وزير القائد قد يعني سحب الجماهير من أمام مبنى مجلس القضاء وحولها إلى الاعتصام عند محيط مبنى البرلمان، وبالتالي أن السلطة القضائية اليوم ما زالت معطلة برغم تأكيد بأن يعني صبر الجماهير هنا يمكن قد لا يطول أكثر مما هو عليه، وبالتالي اليوم أهمية استثمار كل الفرص المتاحة وأهمية استثمار الفرص المتاحة في درء كل هذه المخاطر عبر الالتزام بطرق الحوار وطاولة الجمع الوطني التي شددت عليها الكثير من القيادات ولعل أبرزها الإطار التنسيقي. أشكرك لهذه المتابعة المباشرة منذ صباح اليوم لغاية هذه الساعة المتأخرة من الليل، زميل علي حبيب مراسل قناة الأيام الفضائية. ومباشرة أنتقل للأستاذ برهان الشيخ رؤوف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني يحدثنا عبر سكايب من سليمانية. أستاذ برهان، نتحدث اليوم عن المواقف. بالملف الأول حضرتك ما انضميت، أن تحدثنا عن أن هذه الورقة مجازفة خطيرة، بالتالي لربما تجعل البلد على حافة هاوية. البلد هو ليس فقط لمكون معين، هناك مواقف تم اتخاذها. على سبيل المثال رئيس الجمهورية المنتهية ولايته دكتور برهم صالح قال أن البلد يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي. رئيس البرلمان شجع التظاهر ويقول ندعم التظاهرات ولكن وفق السياقات القانونية ونرفض الخصومة مع القضاء. ولربما كانت هذه هي نقطة العودة، انسحاب المعتصمين أو المتظاهرين من مجلس القضاء إلى مبنى البرلمان. بالتالي كيف تنظر إلى يعني هذه الأحداث اللي جرت اليوم؟ تحية لكم وللضيوف الكرام وللمشاهدين الأعزاء. حقيقة ما يمر به العراق ظرف عصيب ويحتاج إلى وقفة متأنية ويحتاج إلى تحمل المسؤولية ويحتاج إلى العمل بالعقل والمنطق وبالصبر وبعيدا عن الانفعال وردات الفعل. الحقيقة العراق الآن في المشكلة. العراق مضت 10 أشهر من الانسداد السياسي والشغب السياسي وشغب البرلمان، ومع الأسف الشديد اليوم وصل أمام مقر القضاء هو أحد الأعمدة الأساسية للسلطة العراقية، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. فيجب عدم توريط القضاء بمسائل السياسية بمناكفات السياسية بصراعات السياسية في البلد ليحتكم ويفصل السلطات التشريعية وليعرف كل صلاحيات ما هو صلاحيات السلطات القضائية تشريعية تنفيذية، وليبقى لا سلطان فوق القضاء، يجب أن يكون بعيدا عن كل هذه المناكفات السياسية. ونحن في دورنا في الاتحاد الوطني الكردستاني وكما عبر عنها بيان السيد رئيس الجمهورية، واليوم بعد قبل قليل هناك بيان الرئيس السيد باب
جلالة الطالباني يؤكد على الحوار، على تحمل المسؤولية، على الالتزام بالدستور، عدم فورية القضاء بالمناكفات والمنافسات السياسية، ودعا نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني ملتزمون ومتمسكون بخط الرئيس الراحل جلال الطالباني منذ 2003 وقبلها ما فعلت من أجل بقاء العراق، من أجل حفظ أمن وسلم المجتمع في العراق، وما فعله الرئيس جلال الطالباني. نحن ماضون في هذا الطريق ونبذل كل جهدنا بالغالي والنفيس من أجل حل هذه المشكلات، من أجل تقريب وجهات النظر دون الضغط والترهيب الأحد. نحن ندعو جميع القوى العراقية بجميع مكوناتها إلى مائدة المفاوضات، إلى حوار جدي، لأن البرد العصيب الآن في العراق خطر، وأي خطأ سيكون عواقبه الخطيرة والمدمرة ليس لمكون واحد، لكل مكونات العراق بشماله وجنوبه، بشيعته وسنته، لكرده وعربه وأقلياته، بمبدأ المركب الواحد. ولكن خلينا نرجع بالأحداث، على الاحتكام إلى الدستور. نعم، قبل سنة سيد برهان، يعني خليني أقاطعك دكتور علي دفاع، نرجع بالأحداث قبل سنة عندما أبدأ التيار الصدري عدم مشاركته في الانتخابات، يعني لم يكن هناك إطار تنسيقي، وإنما التحالف الوطني ذهب وتفاوض وتحاور مع التيار الصدري للخوض في العملية الانتخابية، وظلت هذه المفاوضات في كل عقدة وأزمة سياسية. اليوم لما الإطار التنسيقي يعلن عن إيقاف الحوار، بل عدم قبول المبادرات ولا جلوس ولا ولا، إذن أي نقطة وصلنا إليها سياسيا؟ وصلنا إلى المجهول بفضل هذا العناد وعدم القبول بالحوار. قبل الحديث عن هذه المسألة، اسمح لي من خلال شاشتكم أتوجه باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بالشكر والتقدير والتبجيل للأخوة الأعزاء أبناء الشعب العراقي المتظاهرين الذين نزلوا لكي يصونوا الشرعية ولكي يحموا أبناء الشعب العراقي من أن يذهبوا إلى الفوضى. فشكرا جزيلا وتحية وإجلال كبير لكم، وأنتم تحفظون النظام الديمقراطي الدستوري بنزولكم هذا. تعلم جنابك أن مبدأ الحوار الذي تبنته قوى الإطار التنسيقي، كانت هناك مساعي لتحالف الفتح، الحاج هادي العامري قام بزيارة إلى أقليم كردستان، لقاءات مع الأخوة السنة، نتجت بعد كل ذلك اجتماع وطني ضم كل الشركاء السياسيين في بغداد. في الإعلام قبل هذا الاجتماع كان دائما الحديث يكون أن هناك اختلاف وتقاطعات بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي، كان هذا السائد. وفعلا في الجو الإعلامي لم يكن الأخوة حقيقة متصدين كما يتصدى الإطار التنسيقي بصوته الإعلامي السياسي الحضور الجماهيري في حماية الشرعية وحماية الدولة وتصحيح مسارها. لكن بعد هذه المساعي فعلا نجح الإطار التنسيقي في جمع كل الأخوة الأعزاء من الكرد والسنة، وكانت الدعوة موجهة للأخوة في التيار الصدري ليكون هناك التقاء وطني، وكان هذا اللقاء الوطني، وخرجوا بخطاب وبيان ينسجم بمجمله مع متبنيات الإطار التنسيقي التي هي تبني لغة الحوار، التي هي الاحتكام إلى الدستور، التي هي تقريب وجهات النظر من خلال التنازلات المشتركة، كل هذه ثوابت وطنية. لكن الأخوة في التيار الصدري كان قرارهم عدم الموافقة والدخول في هذا الحوار، بمعنى أنهم أصبحوا وكأننا اليوم في مشهد جديد، نحن أمام إرادتين، إرادة تتبنى الحوار والاحتكام للدستور ولا غالب ولا مغلوب، وإرادة ترفض هذه الثوابت الوطنية. فحقيقة عودا على سؤالك، ما من لا يتبنى الثوابت الوطنية يذهب بالعراق في أمنه واستقراره إلى المجهول. وحضور الشعب العراقي اليوم، تكاتف القوى الوطنية في كل بياناتها اليوم، حتى الموقف الدولي، يعني لا يمكن أن يكون الكل بذات الحرص على سلامة أبناء الشعب العراقي واستقرار العراق، والأخوة في التيار يعني يبقون على هذا العناد وعدم الاستجابة للحوار. يجب أن نحتكم جميعنا إلى مظلة واحدة لكي نصل جميعا إلى الهدف المنشود. نحن لا نشك أن الهدف الذي يقصده الأخوة في التيار الصدري هو بالنتيجة إصلاح
ولكن هذا الإصلاح لن يكون بهذه الآلية، بانتهاكات فاضحة للدستور وبتعطيل المؤسسات الدستورية وبخلق أزمات يعني لا مبرر لها، في حين أن الدستور نفسه والإرادة السياسية حاضرة اليوم، وهذا الضغط الشعبي يعني فاعل وإيجابي، كلها يعني تؤدي إلى ثمرة نشترك فيها جميعا، ولكن ليست بهذه الآلية. الإصلاح ممكن ولكن من خلال الدستور، التعديلات هناك ثغرات ممكن، لأن الأخوة في التيار الصدري لديهم إشكاليات أنه الكتلة الأكبر كيف تكون، هذا مجلس النواب يجب أنه نقوم بحل. نقول لهم نعم، الدستور نفسه المادة 64 تكفلت بآلية حل، المادة 126، المادة 142 وضعت آليات لتعديل الدستور، كلها أمور ممكنة، ولكن لا تذهبوا بأبناء الشعب العراقي إلى المجهول والفوضى بهذه الآليات. طيب دكتور محسن، لما نتحدث عن مسارات للحوار ونتحدث عن مسارات قانونية دستورية دبلوماسية حتى دخلت على الخط، بالتالي يعني ما المسار الذي نغلبه على المسار الآخر؟ يعني اليوم لما الإطار التنسيقي لا يقبل بأي مبادرة بعد الآن، بالتالي أنه هل هذا انسداد سياسي جديد أم أن المسار تحول من الحوار إلى القانون والدستور؟ يعني هو حقيقة الإطار التنسيقي كان سباق لطرح المبادرات من أجل الحوار، وارتبى بكل المبادرات المطروحة، حتى مبادرة السيد رئيس الوزراء حضر كل قيادات الإطار التنسيقي والأمم المتحدة ومجلس القضاء الأعلى أيضا كان حاضر، ويبدو أن هذا الاجتماع وهذا الحضور أقلق الأخوة في التيار الصدري، ويعني تبين لهم بأنه أولا سقوط ما يسمى بمشروع الأغلبية الوطنية، خاصة بحضور كل الكتل السياسية بما فيها حتى الكتل التي كانت في تحالف سابق معهم، حضور أيضا ممثلة الأمم المتحدة بلاسخارت أعطى بعد بأن المجتمع الدولي مع الحوار ومع الذهاب إلى الأطر القانونية والدستورية. لذلك التيار الصدري أنا أعتقد كان هذا دافع إلى أن يصعد الأمور تصعيد غير محسوب، ولم يتوقع نتائج هذا التصعيد تجاه مجلس القضاء الأعلى. اليوم الإطار التنسيقي هو رفض الحوار طالما ان التيار الصدري يعني لم ينسحب من مجلس القضاء الاعلى ولم يجلس الى الحوار، لكن انا اعتقد بانه الاطار التنسيقي حريص كل الحرص على الحفاظ على مؤسسات الدوله وعلى العمليه السياسيه. طيب. ومن وجهه نظر شخصيه اعتقد بانه الاطار التنسيقي اذا ما وجد تجاوبا ملحوظا من الاخوه في التيار الصدري للجلوس على طاوله الحوار والوصول الى مشتركات معينة، أنا يعني من وجهة نظري الإطار التنسيقي سيقبل بهذا الحوار طالما كانت هذا الحوار مثمر وهناك نتائج يعني مرضية ومقبولة للطرفين. المشكلة أنه الخلاف في أمور لا خلاف عليها، يعني حتى الإطار التنسيقي الآن هو لا يعارض السيد مقتدى الصدر في حل مجلس النواب مثلا، يقول له نعم نحن معك في حل مجلس النواب، ولكن نجلس على طاولة حوار وأن يكون حل مجلس النواب وفق الأطر القانونية والدستورية. حل مجلس النواب لا يتطلب كل هذه الفوضى ويعني احتلال مؤسسة مثل مجلس النواب والذهاب إلى مجلس القضاء، طالما أنه يعني الطرف الآخر يقول نعم أنا معك نحل مجلس النواب، لكن تعال نجلس على طاولة حوار وتكون وفق يعني الأطر القانونية والدستورية، ما الضيق بذلك؟ أبدا لا يوجد ضيق ولا يوجد خلاف في هذا الأمر. طيب أستاذ برهان، نتحدث عن مسارات الحوار لما يكون هنالك سحب لكل المبادرات والحوار مع التيار من قبل الإطار التنسيقي، هل هنالك وساطات تعتقد بأنها ستظهر من جديد على الساحة؟ هناك وساطات كردستانية، وساطات سنية، أم أن يعني موقف المتفرج سيكون هو السائد؟ حقيقة هناك وساطات كردية، وساطات من شخصيات، وساطات من المؤسسة الدولية السيدة جنين بلاسخارت، وكل جهود متواصلة من أجل إنهاء الحوار، ولكن بعد الأسف الشديد هناك ليس استجابة من بهذه الحوارات والتحنث والفرج الإرادات ليس من مصلحة العراق. هناك في العراق كلنا نعرف أن في العراق مشكلة، هناك انتكاسات لحكومات السابقة، هناك كثير من المشاكل، إخفاقات الحكومات المتتالية، وليس واحد من هذه المكونات أو واحد من هذه الأحزاب والتيارات مسؤول عنها. كل مشارك
كل مسؤولة عما لحق بالعراق، عما فشلت من حكومات في تلبية الخدمات للناس، في تلبية الأمن، كثير من الأمور، كل مشارك بها، ويجب على الكل أن يتحمل المسؤولية. وهناك ليس هناك ناس لم يشاركوا في هذه الحكومة والآن أصبحوا يعني بريئين من ما لحق بالعراق من الانتكاسات، كل مسؤول عنها يجب أن يقر بهذا ويتحمل المسؤولية. وإذا هناك إرادة للإصلاح، نعم هناك إرادة للإصلاح لدى كل المكونات من كل الأحزاب والقوى السياسية، وليس بمقدور قوة سياسية واحدة أن يصلح العراق بمفرده، هذا من المستحيل. يجب أن يشارك الكل في إصلاح العراق، في تغيير جذري كل المفاصل العملية السياسية في العراق، من تعديل الدستور، من تفعيل رقابة مجلس النواب، المؤسسات الرقابية في العراق، يجب كل يفعل ويشتغل مكانه من أجل إصلاح العراق. ليس هناك قوى سياسية مشارك في كثير من الحكومات ومن كثير من الوزارات المهمة في العراق وأخفقت، والآن هو يتبرأ من ما حدث بالعراق ومن لحقها من انتكاسات الحكومات السابقة. يجب أن نقر كل بتحمل المسؤولية، ونقر الكل هناك نخلي برنامج وطني، إصلاح وطني بإرادة وطنية وبمشاركة الكل من أجل إصلاح العراق. هذه المبادرات كل يرتكز على الإصلاح العراق. يجب الكل يشارك وكل يدعم الإصلاح في العراق. إذا واحد لم يشارك في الإصلاح ولا يتخلي عقبات أمام الإصلاح ليعرفوا ليعلنوا من العراقيين جميعا لهذا عقبة أمام الإصلاح ليعرفوا العراقيون وهم يقرروا من يعرقل الإصلاح في العراق. الإصلاح لن يكون هذا على الصواري. إذن هو المطلب الرئيسي من كل الكتل السياسية، أفهم من كلام حضرتك وكلام الضيوف الكرام، مؤسسات دستورية الدولة من مجلس النواب، المحاكم، هذه من عمدة السلطة في العراق، أن يحترم ويبقى الإصلاح هو المطلب الرئيسي، ولكن آليات تحقيق هذا الإصلاح تختلف بين الكتل السياسية. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ برهان شيخ رؤوف، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حدثتنا عبر سكايب من السليمانية، وأشكر كثير حضرتك الدكتور علي الدفاعي المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أثريت الكوار في ملفين، وشكري موصول لحضرتك على هذه الإثراءات القانونية والمعرفية الدكتور محسن العقيلي الخبير القانوني. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.